أفادت وكالة رويترز برفع شكوى أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد روسيا لانتهاك القانون الدولي عبر قصف مستشفى كفر نبول بري في إدلب عام 2019 وتسببت الغارة الروسية في حينها بمقتل مدنيين الصين وقد ينتج عن الشكوى دفع تعويضات وفتح تحقيقات إضافية لاتخاذ إجراءات أخرى أفادت صحيفة ايزيفيستا الروسية بأن تصريح الرئيس بشار الأسد مؤخرًا عن اتصالات بين دمشق وواشنطن تزامن وسط أنباء عن وجود شرخ في العلاقات بين سوريا وإيران بالفترة الأخيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل أعلام إسرائيلية ذكرت أن طهران تشتبه أن دمشق هي من زودت إسرائيل بالبيانات المستخدمة بالتخطيط لضرب القنصلية الإيرانية في دمشق. ونقلت الصحيفة عن باحث روسي أن الترويج لوجود خلاف بين دمشق وطهران أو التظاهر بأنهما يتشاجران هو وسيلة جيدة بالنسبة لإسرائيل، داعيا روسيا إلى منع حدوث انقسام بين البلدين. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات للبنان بقيمة مليار دولار لدعم إدارة شؤون اللاجئين السوريين على أراضيه، وأوضحت المفوضية أن المساعدات ستكون متاحة من الآن حتى عام 2027. بهدف إدارة الهجرة السورية وإصلاح نظامه المصرفي وكان قد اقترح وزير المهجرين في لبنان ترحيل خمسة آلاف لاجئ سوري على متن قوارب إلى كندا وأمريكا بشكل شرعي. ونقلت وسائل أعلام لبنانية عن أمين سر مجلس النواب اللبناني أن المدير العام للأمن العام يعيد يوميا ما بين خمسين إلى مائة سوري من لبنان إلى سوريا وطالبت منظمات من المجتمع المدني السلطات اللبنانية والاتحاد الأوروبي باحترام التزامات الجانبين بموجب القانون الدولي وعدم إعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا طالما لم تتحقق شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة. قالت منظمة الدفاع المدني في الشمال السوري إن العاصفة المطرية التي ضربت مناطق شمال غرب سوريا يوم أمس تسببت بتضرر أكثر من 716 خيمة ومسكناً مؤقتاً. ونفوق عدد من المواشي وتضرر المزروعات خاصه في مناطق ريفي حلب وادلب واضافت المنظمه ان العاصفه تاتي مع تراجع كبير في الاستجابه الانسانيه في المناطق المتضرره وضعف في البنيه التحتيه ما يهدد بانتشار الامراض من جراء اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه السيول ودخولها للمنازل والمخيمات تخطى لتر البنزين في السوق السوداء بحلب حاجز العشرين ألف ليرة سورية، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار التوصيلات لسيارات الأجرة، عقب رفع وزارة التجارة الداخلية في أواخر الشهر الماضي سعر لتر البنزين إلى جانب العديد من المحروقات. وفي السياق قررت محافظة دمشق إيقاف تزويد وسائل النقل العامة وباصات النقل الداخلي الخاصة بالمحروقات يوم الجمعة وباصات مبيت الموظفين يومي الجمعة والسبت والسماح لباصات النقل الداخلي العامة بالتزود بالمحروقات وتخديم المواطنين يوم الجمعة كما اشتكى مواطنون في العديد من مناطق حماة وأريافها من تأخر مدة استلام رسائل الغاز نحو 75 يوما مبينين أن سعر كيلو الغاز في السوق السوداء 30 ألف ليرة سورية